السلام عليكم. حافظوا على عبد ربه أو ابشروا بعبد الملك، عنوان رسالة لرئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، خاطب بها قيادة ما يسمى بالمجلس الانتقالي. الرسالة في مضمونها ألقت على عاتق قادة المجلس مسؤولية الحفاظ على الاستقرار في عدن وحياة الناس، قائلا: لا يمكن لأحد ملك السلاح والمال والرجال والدعم أن يتهرب من مسؤولية الحفاظ على الأمن. الكل يغدو في هذا الظرف الحرج وربما المتفجر مسؤولا أمام مواطني عدن ومعنيا بأمن مواطني لحج وأبين والضالع، بل وبأمن اليمن عموما. المشاعر متأججة، وهناك من لا يدرك خطورة الوضع، والعدو الحوثي وصالح يدفع باتجاه الصدام بين طرفي الصراع التقليديين. حافظوا على عبد ربه أو أبشروا بعبد الملك عبارة بحسب مراقبين ترجمت مضمون الرسالة، وحملت دلالتها مدى حاجة الحكومة إلى إعادة ترتيب أوراقها وصفوفها من جديد في مناطقها المحررة والتي لا تزال أبوابها مشرعة للتحالف الانقلابي. الخلافات التي أذكتها بعض الأطراف واستثمرتها، سواء نتيجة فشل الشرعية اليمنية في اختيار رجالها أو نتيجة المحاولات الحثيثة لإفشالها، رسالة كشفت عما تحت الرماد من صمت سياسي يحيط بالشرعية. نناقش مشاهدينا بعد الرسالة في ظل الصمت السياسي المسيطر على المشهد، وسيكون معنا في هذا النقاش الباحث في العلاقات الدولية دكتور عادل المسني، وسينضم معهم آخرون عبر الهاتف. مساء الخير دكتور عادل. أهلا وسهلا بكم. إذن قبل أن نبدأ نقاشنا دكتور، دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. أمام موجة الحر التي ضربت المنطقة، يبدو أن الشرعية والتحالف يميلان إلى الاستكانة والاسترخاء. ركود عسكري يصحبه آخر سياسي بانتظار ما سيقوم به الآخر، والآخر مشغول بالفيد والغنيمة وقتل اليمنيين. بعد إيقاف معارك الساحل الغربي، تبدو الصورة في الحالة اليمنية الراهنة في معسكر الشرعية على وجه التحديد في حالة صمت سياسي، باستثناء ما يصدر من ضجيج في أروقتها تظهر تداعياتها بين الآونة والأخرى. رسالة رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر لا تخرج كثيرا عن هذا السياق، فقد حملت إشارات إلى فرز واضح في الجنوب واصطفاف لم يعد يخفى على أحد. الرسالة المعنونة بتمسك بعبد ربه أو أبشر بعبد الملك تكاد تكون تصريحا رسميا بما يعتمل تحت رماد الجنوب، أو هذا ما حملته مضامينها، وترجمه متابعون بأنه تعبير عن الحالة السياسية والأمنية في المحافظات الجنوبية التي يبدو أنها هي الأخرى على صفيح ساخن. الرسالة وضعت أعضاء المجلس الانتقالي أمام المجتمع، وحملته مسؤولية استقرار الوضع في عدن والمحافظات الجنوبية، إلا أن ما لم تقله الرسالة أن الشرعية تبدو مشغولة باستعادة السيطرة على المناطق المحررة مرة أخرى، وتتعامل مع المجلس الانتقالي كسلطة موازية في البلد. يبدو موقف الشرعية مرتبكا على المستويين السياسي والعسكري، خصوصا بعد اختلاط أوراق بعض دول التحالف بين مهمة التحرير والسيطرة باسم التحرير. الأزمة الخليجية ألقت بظلالها على تطورات الأحداث في اليمن، وأصيب اليمنيون بخيبة أمل نتيجة النزاعات التي أوهنت حلمهم باستعادة دولتهم وابتعاد الشرعية عن تصدر الفعل المتعلق باستعادة الدولة وحماية المدنيين، إذ تعلو نبرة التذمر كلما طال أمد الحرب واتسعت تداعياتها المميتة، فيما ينظر إلى حكومة الشرعية كمشكلة تتفاقم أخطاؤها، وأصبح الكثير من رجالها وبالا على الشرعية ذاتها. إذن دكتور عادل، لو بدأنا يعني بسؤال مباشر، صمت سياسي وركود عسكري في جانب الشرعية، ماذا تحت الرماد برأيك؟ أعتقد أنه الوضع مرتبط أيضا بأجندة لدول خارجية تحرك هذه الفوضى العارمة في الجنوب، وهي امتداد أيضا لصراع طويل استمر لأكثر من 3 سنوات في الجنوب، وبالتالي كان نتيجة هذا الصدام إخراج أيضا الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يمثل الشرعية من اليمن، وأيضا الحكومة التي تقبع أيضا خارج عدن. أعتقد أن هذه التداعيات كانت أيضا نتاج لصراع مستمر وقديم قديم ومستمر. هذه ما يحصل اليوم هو نتاج لذلك الصراع، لكن أعتقد أن الحكومة تتعامل بمسؤولية وفق هذه الأجندات الإقليمية والداخلية، تتعامل بمسؤولية عالية جدا، وهي تخوض معركة ضروس ضد أيضا الانقلاب وأجندة إيران في اليمن وضد الإرهاب أيضا، لا تريد أيضا أن تفجر وتشق أيضا الصف الشرعي، فبالتالي تلقي بهذه الرسالة الموحية والتي تؤكد فيها على أن الأمن مسؤولية جماعية في هذه المحافظة.
المحافظة، خاصة وأنهم يمتلكوا السلاح والرجال والحزام الأمني وجيوش كثيرة هناك في الجنوب، وبالتالي تقع المسؤولية بشكل أساسي وكبير على هذه الجيوش القابعة في الجنوب والشرعية، وهي تخوض انتصارات كبيرة جدا. تفاجأ بهذا العمل الخارج عن القانون والغير مسؤول حقا، وهي تحقق انتصارات كبيرة، استطاعت أن تخلص تعز وتخلص أغلب تعز وأغلب مأرب، خاصة في معركتها الأخيرة في صرواح، وهي الآن تدشن معركتها الأخيرة باتجاه أيضا استرداد صنعاء كما صرح مسؤول في الحكومة. يعني هذه المعركة التي طال أمدها الدكتور، يعني والتي ربما حتى اللحظة، يعني خاصة بعد معركة توقف معركة الساحل، يعني نلاحظ أن هناك ركود عسكري. يعني أنت تتحدث عن هذه الانتصارات، هي يعني تعد ليست بالحديثة حاليا، لا يحدث شيء. يعني هناك نشعر أن الشرعية تظل يعني بدور المتفرج، تنتظر ما الذي سيحدث حتى يعني تبادر هي بالموقف. لماذا تنتظر دائما الشرعية أن تقدم ردة فعل؟ لما لا تقدم هي على الفعل؟ بالعكس، أنا أرى أنه المعارك التي حققتها في تعز هي انتصار كبير جدا، واستطاعت أن تصل إلى خطوط الحمراء في للإنقلاب والحرس الجمهوري، وتصل إلى القصر الجمهوري، وأيضا تأخذ المعسكرات الحصينة حول القصر الجمهوري، وهذه خطوط حمراء تمثل رمزية الإنقلاب في تعز. استطاعت في هذا الظرف الحرج تماما أن تسلخ هذه وتصل إلى هذه النقاط المحصنة في تعز. وأيضا الآن معركة صرواح هي معركة آخر المعاقل وآخر القلاع في مأرب، وهي أيضا منطقة متقدمة جدا، نستطيع أن نقول أطبقنا تماما وخرجنا مأرب بالكامل من دائرة الانقلاب، وأيضا تفتح الباب على مصراعي في اتجاه صنعاء. هذه انتصارات كبيرة جدا ولها رمزية كبيرة في سياق المتاح للشرعية. لكن مسألة الساحل هي مرتبط بدول تقودها الإمارات، وبالتالي مرتبط بأجندة تخص الإمارات. نعم، إذن ينضم معنا عبر الهاتف أيضا الأستاذ معن دماج، أستاذ الفلسفة بجامعة صنعاء من تونس. مساء الخير دكتور معن. أهلا وسهلا. مساء النور. أهلا بك الدكتور. يعني أشرت إلى أن ما كتبه رئيس الوزراء بن دغر من تحذير من صراع على أساس تقليدي، حدثنا عن هذه النقطة بشكل أوسع. المؤشر في ما نشره رئيس الوزراء بن دغر أن طبيعة تصاعد الاصطفاف الذي على أساس تقليدي، هو ذكر تقليدي ولكنه يقصد طبعا الاصطفاف على أساس أبيان وضالع وزمرة وطغمة، يدل على طبيعة المستوى الخطير لهذا الاصطفاف، وإلا مؤشرات هذا الاصطفاف كانت بينة منذ مدة طويلة للأسف الشديد. وسببها الأساسي هو الفراغ السياسي والاجتماعي الذي يجعل القوى الاجتماعية والسياسية التي تتحرك لا تجد شعارات وعلامات ورموز إلا في الماضي، سواء الماضي القريب أو الماضي البعيد. وطبعا قد يكون أحد المؤشرات السلبية أيضا في هذا التصريح الذي خرج به بن دغر، وكأنه في جانب منها يريد أن يخلي مسؤوليته عن صراع يبدو أنه يتم توقعه أو يتم التحذير له، وهي مؤشرات خطيرة في الأسف الشديد لديها مدة وهي تعتمل. ما يعني أين تكمن هذه المخاطر دكتور معن؟ يعني خاصة أنت تحدثت أن هذا أول تعبير رسمي عن الاصطفاف الذي أخذ بتشكل منذ طرد قوات الحوثي وصالح. المخاطر أول شيء في أنه الانفجار الصراع يبدو أنه من الممكن أن يحمل يعني طابع غير سلمي وطابع عسكري. والأمر الأخير أنه رغم طبيعة الصراع على الرؤى السياسية والمشاريع السياسية والمصالح والطموحات، لكن أخذ هذا الصراع للشكل الجهوي والقبلي وعلى أساس الصراعات القديمة التي انفجرت في 13 يناير زمرة وطغمة وأبيان والضالع يجعل الصراع خطيرة إلى أقصى حد. طبعا ليس هذا أمرا مقضيا، فالمجتمع في تقديري عازف تماما عن خوض هذا الصراع، والعصبية التي تظهر سائدة في المجتمع سببها في الواقع الفراغ السياسي والفكري والأخلاقي الذي جزء منه نتيجة فشل ثورة فبراير في إنجاز بديلها السياسي والتنظيمي، والموت السريري للأحزاب التاريخية اليمنية الإسلاميين والقوميين واليساريين الذي نرى إفلاسهم في كل قضية يزداد أكثر من القضية التي سبقت،
لم يعودوا يستطيعون، لا يعبرون على موقف ولا يخرجون بتحليل، وهم يبحثون عن انفتات الوظائف والأموال والترضيات والاستفاقات الإقليمية والجهوية، بينما يفشلون في تعبئة مجتمعهم الذي من الواضح أنه في أغلبية الساحقة قد نفض يديه من الماضي ومن القوى التقليدية ومن قوى المال والقبيلة، لكنه لا يرى أي أشكال سياسية ولا برامج ولا شعارات تنتمي إلى مصالحه وإلى واقعه يستطيع أن يقتص وأن يصطف خلفها، فلا يجد المتاح إلا العودة للاحتماء بالعصبيات الجهوية والقبلية والمناطقية للأسف الشديد. نعم، إذا خروج بن دغر من دائرة التحفظ دكتور، يعني هل من دلالات لتوقيت خروج ما أشار إليه في العلن؟ ربما الدافع المباشر هو الدعوة للمظاهرة، وإن كانت هي شبه سنوية ودائمة بذكرى سقوط عدن وانتصار تحالف علي عبد الله صالح في 94 يوم 7/7، لكن العودة المحافظ عدن السابق المعزول ومجموعة من قيادة المجلس الانتقالي والدعوة لهذه المظاهرة السنوية في هذه الأجواء وكثير من المؤشرات ربما هي التي جعلت بن دغري يعبر عن قلقه، وربما يريد أيضا أن يخلي مسؤوليته وأن يعبر عن موقف من الاحتمالات السلبية التي قد تتكون إذا حصل صدام لا سمح الله في أي مستوى من المستويات. ومن المؤكد أيضا أن هناك مؤشرات لديه ولديه معلومات أكثر مني طبعا في هذا الجانب، لكن المؤسف أنه دائما ما يتم الالتجاء من ناحية إلى محاولة الحديث مع هذه الأطراف باعتبارها بحث عن العقلاء أو للقوى الإقليمية، وأن المجتمع اليمني والقوى الشعبية والناس العاديين في عدن مغيبين عن مثل هذه الصراعات. أنا أتصور أن الضامن الأساسي لمنع أي صراعات بوسائل غير ديمقراطية وغير سلمية هو المجتمع الذي ينبغي أن ينظم نفسه، هو أن الناس العاديين في عدن الذي بالتأكيد لا يريدون أي صراع هم المعنيين أساسا بأن يوجه لهم الخطاب. نعم، إذن يعني دكتور هناك من يقول بأن الواقع السياسي في الجنوب على صفيح ساخن، ما رأيك وكيف يمكن الخروج من هذا الصفيح؟ والله المشكلة في الجنوب مشكلة يعني معقدة وعندها عدة مستويات، يعني مستوى تاريخي له علاقة بفشل تجربة الوحدة وتداعيات انهيار الدولة الوطنية في الجنوب، وله علاقة بغياب التيار الأساسي الذي قاد الحركة الوطنية والسياسية في الجنوب الحزب الاشتراكي اليمني وقبوله بدور ثانوي وتحول كوادره إلى عناصر فاعلة ولكن من غير مشروع داخل مشروع الحراك، والتحاقها للأسف الشديد في بعض الأحيان بالمشاريع القبل وطنية السلاطينية والمشيخية، ولها علاقة أيضا أن التيار الإسلام السياسي الذي كان مشارك في حرب 94 الإصلاح يبدو اليوم مستهدفا وعاجزا عن تفعيل عناصره وكوادره في المحافظات الجنوبية لأسباب كثيرة تتعلق بماضيه السياسي وتتعلق باستهدافه الحالي وبعودة العناصر المشيخية والسلطانية التي صب علي عبد الله صالح الماء في طواحينها طوال 20 سنة لتصفية آثار التجربة الوطنية في جمهورية اليمن الديمقراطية، والصراع الدولي والإقليمي والصراع على المضايق والمصالح. هناك مستويات كثيرة للأزمة في الجنوب، وهناك مشكلة أن العناصر التي تصدت للتحالف الحوثي وقبلا تصدت لنظام علي عبد الله صالح تشعر أنها دفعت الثمن في الميدان، ولكن دورها ونصيبها في القرار السياسي وفي السلطة محدود، وأن القوى التي أما لم تشارك في مقاومة علي عبد الله صالح والحوثيين في الحرب الأخيرة أو كانت جزءا من عدته في غزو الجنوب هي المسيطرة، مع كثير من الصراعات القبلية والأوهام الجهوية، كل ذلك في غياب المشروع الوطني والتقدمي، وفي لحظة الضباب التي نعيشها بعد انهيار النظام القديم وعدم قدرة على تشكل نظام جديد، هذا يجعل الوضع في الجنوب وضعا صعبا، وهو كان كذلك منذ مدة طويلة.
نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور معن أستاذ الفلسفة بجامعة صنعاء، كنت معنا عبر الهاتف من تونس. عودة إليك دكتور عادل، تحدث الأستاذ معن عن كثير من النقاط، دعنا نتوقف عند رسالة بندغر الأخيرة التي ربما عننت بتمسكوا بهادي أو أبشروا بعبد الملك. هل برأيك أفصحت عما يجري في الجنوب بشكل خاص واليمن بشكل عام؟ حقا الصراع الدامي الذي يريد أن يفجره أيضا هذه القوى المارقة والميليشيات الخارجة أيضا عن القانون، لا تعي ولا تدرك ما يحصل في اليمن. اليمن يعيش حرب ضروس لمدة 3 سنوات، وأيضا إرهاب أيضا يتربص أيضا بالشرعية ويستثمر أيضا هذه الحروب الموجودة. أيضا هناك انقسام على المستوى الإقليمي في مشاكل أيضا جانبية مع قطر، هناك تدخل طاغي لدولة إقليمية كبيرة كإيران ولها أيضا أجندة تقبض على أغلب الشمال، وبالتالي الشرعية تدرك كل هذه المخاطر التي تحدق باليمن، وهي أيضا تكافح وتنافح كل هذه القوى وتحقق كما قلنا سابقا انتصارات كبيرة على المستوى الميدان وعلى المستوى أيضا التقدم في جبهتين ساخنتين هي تعز ومأرب منذ أن اندلعت الحرب، وهاتين الجبهتين هما الصامدتين وهما التي أيضا تعنون المعركة الكبيرة في اليمن والتي لم تنكسر على الإطلاق أمام أيضا الانقلاب، وهي الآن تدشن المرحلة الأخيرة في طريق الزحف باتجاه صنعاء، وهو المعلن الآن بعد أن أقفل تماما استرداد الحديدة بدأت الآن الشرعية تفتح أيضا المسار باتجاه صنعاء. وبالتالي أمام هذه التحولات الكبيرة جدا أعتقد أن إيران تريد أن تستثمر في هذا الفراغ وتريد أن تفجر مشكلة في الشق الشرعي، خاصة مع هذه الانتصارات الكبيرة التي قلنا استطاعت أن تصل إلى مناطق لم تصل لها خلال 3 سنوات في تعز وفي مأرب، وتختم تماما المعركة في هذه المحافظتين وتدشن أيضا عمل جديد في اتجاه صنعاء. أعتقد أن قوى الانقلاب تشعر بذعر وتشعر بخطورة نعم. كبيرة يعني بهذا التحول. ما دخل إيران المباشر في ما يحدث في الجنوب؟ يعني نحن نعلم أن أعضاء المجلس الانتقالي يذهبون إلى الإمارات ويعودون إلى عدن، يعني هناك يعني من لو ربطنا الأمر بأبعاد ليست إقليمية وإنما أيضا على مستوى التحالف، يعني من المستفيد من خلط الأوراق السياسية بهذا الشكل ولماذا؟ المعركة في اليمن هي مرتبطة بكل هذه الأجندات، إيران تقاتل وبشدة ولها أجندة في اليمن، وبالتالي من مصلحتها أن تفجر أي مشكلة تعوق أيضا تقدم الشرعية في اتجاه أيضا الحسم الكامل وخاصة العسكري والميداني والتي هي أيضا تقدم فيه نجاحات كبيرة. أيضا الإمارات لها أجندة واضحة أيضا في تبني ورعاية هذه القوى، وهي قلنا التي فجرت الصراع المحتدم مع هادي ومع الحكومة، وهي التي أضعفت الحكومة وأعاقت أيضا تواجدها في الجنوب، وبالتالي هي التي رعت هذه القوى الموجودة الآن في الجنوب، بل على العكس هناك كشوفات للأسلحة وللعدد الجيوش الموجودة في الحزام الأمني وغيره لا تعلم بها الحكومة الشرعية على الإطلاق، هي أيضا تمون من الإمارات، وبالتالي هذا خارج أيضا للسيادة اليمنية. أعتقد أن هناك تدخل مباشر ورعاية مباشرة لدولة الإمارات فيما يحصل في الجنوب، وهذا أيضا معلن ومكشوف. ناهيك أيضا عن العشرات المعتقلات التي تدورها أيضا دولة الإمارات في الجنوب، والتي أيضا تقبض على حزب الإصلاح كما تدعيه، وأيضا على قيادات محسوبة على هذه، منها أيضا حماية المطار وهم أيضا رجال مقربين من هذه يقبعون في المعتقلات. أعتقد أن الإمارات تباشر عمل مفتوح وواسع ضد الشرعية، وبالتالي هو أيضا يحرف المعركة باتجاه أيضا أجندات لا تخدم الهدف العام الذي جاء من أجله التحالف، والذي أيضا يسير في اتجاه أو يمضي في اتجاه استعادة الشرعية وأيضا دحر الانقلاب وأجندة إيران في اليمن. أعتقد أن هذه المعارك كلها تخدم الانقلاب وتخدم أيضا مشاريع إيران، وهي تلتقي مع المصالح الخاصة للإمارات التي تتخوف أيضا من الإخوان المسلمين كما تدعيه، وتروا الخطر الداهم الأكبر من أيضا الانقلاب، وهي تتعامل مع الانقلاب يعني بشكل مباشر. لماذا برأيك جاءت رسالة بندغربي يعني بمخاطبة هؤلاء وكأنهم يعني أنت وصفتهم بالمارقين، هناك من يصفهم بالخارجين عن الدولة، يعني
آتين من الإمارات يريدون يعني دعوة لخروج، ربما هو خروج سنوي، لكن هناك خوف كما تفضل الدكتور معن من انفجار صراع قد يحمل طابع عسكري. لذلك وجدنا أن الرسالة ربما تثير قلق واضح لدى الحكومة الشرعية من هؤلاء. فلماذا لا يتم التعامل معهم بحزم أكثر؟ لماذا الخطاب معهم كأنهم يعني زملاء دراسة، أو يعني كان الخطاب جدا يعني لا يحمل صيغة رئيس حكومة؟ أعتقد أن هناك حسم في هذه المسألة وموقف كسور للرئيس هادي، وتصدروا في عزل كل هذه القيادات التي عبثت في أمن الجنوب. وبالتالي ما الحكمة من العزل كقرار ولكنه لم يطبق فعليا على أرض الواقع؟ هو تطبيق حقيقة. هناك تعيين لمحافظات. هل استطاع المحافظة في في شبوة؟ في شبوة تم استلام مقر المحافظة. نعم، في محافظة عدن موجود في المعاشيق، أيضا في حضرموت. هناك أعتقد أنه هناك جيوش موجودة قابعة للأرض، وهناك معتقلات، وهناك أيضا الحزام الأمني يمتلك الآلاف من أيضا الأسلحة والعتاد والرعاية. نعم، كل هؤلاء ليسوا تحت سيطرة الحكومة. تحت سيطرة مباشرة للإمارات، وبالتالي هنا الموقف مرتبط أيضا بأجندات للتحالف، وهنا ليس بمقدور الشرعية أن تواجه أيضا التحالف في معركة وهم شركاء في معركة أم، وهي استرداد الدولة ودفع الانقلاب. وبالتالي ليس أيضا من المصلحة العليا لكل من الشرعية ولا التحالف أن نفكر أيضا صراعات جانبية لا تخدم المعركة الأم. وبالتالي من هنا تأتي الحكمة في التعامل. الرئيس يقصي كل هذه القوى، وهو المتاح أمام الرئيس إقصاء هؤلاء الذين عبثون في الأمن في الجنوب واشتهروا في هذا النمط. وبالتالي الحكومة أيضا تقوم بدورها في تحميل أي مسؤولية قد تقع على عاهل هذه الجيوش التي تقبع ولها كامل السيطرة على الجنوب، وأن أي عمل مهتور سيحسب عليهم لأنهم هم من يسيطروا ويديروا هذه المناطق بشكل كامل، ومن وراهم الإمارات. وبالتالي من حق الحكومة أن تلقي تماما باللائمة على هذه القوى التي تسيطر بشكل كامل على الجنوب. نعم، إذن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ عامر الدميني، رئيس تحرير الموقع بوست من الرياض. مساء الخير أستاذ عامر. مساء النور، أهلا أهلا بك. برأيك أستاذ عامر، ماذا عن مخاوف الحكومة من التصعيد ربما الظاهر من خلال رسالة بن دغر للمجلس الانتقالي؟ هل هو استباق لأحداث سياسية بعينها؟ من الظاهر أن رسالة رئيس الوزراء تأتي في توقيت مهم وحساس، وتطرقت لأشياء كثيرة، وربما هي نابعة من المخاوف والتطورات الميدانية الحاصلة في الجنوب، وإشكالية نابعة من حملات التلويح المستمرة من قبل الحراك الجنوبي، خصوصا الذي يقوده عيدروس الزبيدي في داخل عدن. هذه الرسالة هي أشبه بجرس إنذار، وهي رسالة واضحة عبارة عن إنذار لهؤلاء الناس، إما أن ينصفوا بجانب الشرعية، وإما أن يتخذوا خطوة منفردين، وبالتالي سيكونوا عرضة لكثير من الإجراءات. تحتاج الحكومة أكثر لاتخاذ خطوات، ربما أكثر للجم مثل هذه الدعوات التي تتحرك الآن في الميدان. يحتاج الحراك الجنوبي هذا إلى نوع من التواصل، نوع من إشعارهم بخطورة التحولات التي يقودونها وخطورة الحركة التي يمارسونها الآن، لأن هذا الآن لا يخدم الحكومة الشرعية. وبالتالي ما يطرحه بن دغر اليوم هو مؤشر خطير، ربما ينبئ أن هناك تحركات خطيرة، تحركات ممكن تسير في اتجاه التصادم، في اتجاه العنف، في اتجاه الدماء. ومدينة عدن كعاصمة مؤقتة لا تحترم مثل هذا التصعيد، ولا تحترم مثل هذه المواجهة في الوقت الراهن. نعم، إذن إشارته أيضا إلى إعاقة المشروع، مشروع الدولة في العاصمة المؤقتة، ما الذي يحمله من دلالات؟ هذا يحمل دلالات كثيرة للأسف. أولى الدلالات بأن الحكومة الشرعية نفسها التي جاءت لتنتصر على التحالف الانقلابي الذي انقلب على الشرعية وعلى الدولة وعلى المخرجات الثلاث، يؤكد بأن الحكومة فشلت في ترتيب وضعها وفي تثبيت أقدامها وفي تجذير نفسها داخل المنطقة، المناطق المحررة بالذات العاصمة المؤقتة عدن. هذا ينسف مشروعها ويجعلها حكومة غير قادرة على تثبيت أركان الدولة وغير قادرة على التحرك، ويخدم هذا أعداء الحكومة نفسها. المواطن العادي عندما الحكومة لا تستطيع أن تظل في الداخل وتمارس صلاحيتها ومهامها
بالتاكيد سينظر لها بفشل وسينظر لها بانها حكومه عاجزه وسينظر للنموذج الاخر في جانب الانقلابيين بانه نموذج ايجابي، وهذا يسيء للشرعيه نفسها، يخدم اجهزه الانقلابيين، يزرع بذور كثيره وتساؤلات عديده عن لماذا لم تستقر الحكومه داخل مدينه عدن. والمفترض ان هذه الخطوه تمت منذ وقت مبكر، نحن الان على اعتاب العام الثالث منذ او الثاني منذ تحرير عدن، ولم تستقر عدن او لم تتحول الى مدينه امنه تستطيع الحكومه ان تمارس منها مهامها وان تقدم النموذج الجيد والايجابي للحكومه الشرعيه وعمليه التحالف العربي نفسها. عدن هي واجهة التحالف العربي وهي واجهة الحكومة الشرعية، وبالتالي أي إخفاق داخل هذه المدينة هو إخفاق ربما تؤخذ كنظرة عامة على التحالف العربي ونظرة عامة أيضا على الحكومة اليمنية. كيف للحكومة أن تظل داخل فندق في عدن لا تستطيع أن تبسط سيطرتها وسلطتها على المدينة وعلى ما يجري داخل المدينة؟ هذا إشكالية كبيرة، هذه لا تستطيع أي حكومة في الدنيا مهما كان أن تقوم بمثل ما هي عليه الحكومة اليمنية الآن. بالتالي يجب ان يتغير هذا الامر، ينبغي ان تكون هناك حكومه تستطيع ان تمارس مهامها واعمالها بكل قوه وبكافه مؤسساتها. الامن في عدن منعدم، الميليشيا تتطور وتستحدث اسرع كثيره ومسميات عديده لها، مدينه تغرق بالسلاح، اعمال القتل المستمره، انعدام الخدمات العامه، انعدام اجهزه القضاء والضبط القضائي واجهزه الامن، وحضور كثير للجريمه بكافه اشكالها. هذه ليست الدولة أو ليست الحكومة التي كنا ننتظرها أو ينتظرها الشارع اليمني، هذه ليست النموذج الذي كان ربما اليمنيين يتطلعون إلى أن يجدوا نموذج جديد بعيدا عن سلطة الميليشيا القهرية واستخدام السلاح والعنف وأدواتها. هذا معيب ويحتاج إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات جدية، لا يكتفي الأمر بإصدار قرارات لمحافظين أو لمسؤولين بقرارات جمهورية فقط، نحتاج إلى سلطة قوية، سلطة تنفذ وتعمل بصلاحية كاملة وتستطيع أن يلمس المواطن ما قدمت. طيب برأيك أستاذ عامر، يعني إيقاف التحركات العسكرية لأسباب سياسية وبدوافع إقليمية، كيف تقرأه؟ العملية العسكرية الجارية في اليمن لها العديد من الأوجه، لها العديد يعني ربما من نستطيع أن ننظر لها من عدة زوايا، وترتبط ارتباطا وثيقا بالتأكيد بالقرار السياسي سواء للحكومة الشرعية أو للتحالف العربي. الوضع العسكري بشكل عام يرتبط سوريا بالحكومة اليمنية، لكن بشكل أساسي يرتبط بالتحالف العربي وعملية التحالف العربي وهي من ترسم خطط المعركة وغيرها. بالتأكيد نحن نعاني في اليمن من إشكالية رئيسية وهي ارتباط هذه المعارك بمخاوف المستقبل. يعني ما يجري الآن من تعثر في الحل، من تعثر في اتخاذ خطوات نحو الأمام ودحر الميليشيا من المناطق، من مختلف المناطق التي تسيطر عليها سواء في السواحل أو في الداخل من بقية المحافظات، يأتي يتخذ أمامه عثرات كثيرة تتعلق بالمستقبل. هناك مخاوف ينظر إليها البعض نحو المستقبل ليتعامل بها في الوقت الراهن في الحاضر، هذا ساهم وأسهم في تأخر عجلة التحرير في الانطلاق نحو المستقبل وفي تقديم نموذج إيجابي. يعني المناطق التي حرزت، الأحداث التي حصلت فيها قدمت صورة ربما سلبية تحتاج إلى إزالة النمطية والسلبية التي ظهرت. ما حصل في عدن الناس تخوف منه أن يحصل أو يتكرر في مناطق أخرى يجري تحريرها، هذا له عامل كبير، واعتقد على دول التحالف العربي وعلى كل من له صله بالملف اليمني ان يسعى الى تامين الناس وتطمينهم ومنع تكرار مثل هذه الظواهر. اذا شكرا. لا بكل تاكيد هناك ارتباط للعمليات العسكريه في الساحل الغربي وغيره بعمليات بالقرار السياسي وبالمخاوف التي ربما لدى دول التحالف العربي من المستقبل. لا. واعتقد انها تستطيع ان تدرس او تستطيع ان تصل ان تتطرق لهذه الظاهره او لهذه المساله وتزيل المخاوف وتنطلق نحو المستقبل لتحرير بقيه الارض اليمنيه. شكرا لك استاذ عامر الدميني رئيس تحرير الموقع بوست، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود اليكم.
اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى دكتور عادل. دكتور، يعني بكل ما يحدث كما تفضل الاستاذ عامر، حكومه لا تستطيع فرض سيطرتها تماما على المنطقه، تتحدث انت ايضا عن وجود معتقلات، وجود حزام امني لا يتبع الحكومه، كل هذا يعني هل نحن امام تناقض واضح بين ما يعتمل على الارض وبين ما يعني يعلن عنه كهدف لاستعاده الشرعيه؟ بلا شك هذا واضح، الإمارات لها أجندة خاصة بها وواضح منذ البداية، وقلنا آثارها بدأت تظهر وبشكل جلي بإخراج الرئيس من الساحة، وبالتالي الآن الحكومة وهي تقبع خارج عدن، وهذا واضح أيضا. هناك سيطرة تامة وكاملة لأجندتها في الجنوب، وهناك رعاية واضحة لدولة الإمارات، وهناك حتى اختلاف داخل التحالف حول أجندة الإمارات في الجنوب. أيضا هذا الأمر لم يعد خفيا، صار مدركا لدى الجميع وصارت أثاره الآن في هذه التداعيات الموجودة. أعتقد لولا الدعم الإماراتي لما تبكحت هذه القوى بهذا الشكل الذي يصادم تماما الشرعية والمرجعيات أيضا الثلاث. وبالتالي أعتقد أنه هناك، ومن هنا يأتي قلق الحكومة من هذا العمل المتهور، أنه يستند أيضا إلى أجندة إلى دول خارج اليمن، وبالتالي تمتلك حضور وقوة ولها أيضا الذراع الطولة في الجنوب وأيضا في الملف اليمني بشكل كبير في معركة التحرير. فبالتالي من هنا يأتي القلق أنها أطلقت هذه الجماعات المهتورة، وهي أيضا تسير وراء شهواتها بشكل مراهق، قد أيضا يفجر الموقف أيضا المحتدم في الجنوب. وبالتالي الأمور لها أيضا لها تداعيات كثيرة جدا على المستوى الداخلي وعلى المستوى الإقليمي. الدولة تماما خارج مربع عدن، هناك جيوش كثيرة في الجنوب، وهناك معتقلات تحول دون عودة الدولة. أعتقد أنه من الجحاف الكبير تحميل الفشل في إدارة هذه في إدارة المناطق المحررة للحكومة، وهي تصطدم بهذه الأجندات وتصطدم أيضا بدولة عملاقة في التحالف، وهي أيضا من تمرر هذه الأجندات. إذا كان رئيس الجمهورية الذي يمثل الرمزية في المشهد اليمني بكامله، وهو الغطاء الذي تحرك تحته ايضا التحالف في معركتها ضد الاحتلال، هو نفسه يقبع خارج عدن، فكيف بمقدور الحكومه ان تواجه هذه الاجندات التي تمتلك السلاح وتمتلك التدريب الكافي وتمتلك ايضا؟ اين ذهبت اللافته العليا استعاده الشرعيه كهدف واضح للتحالف الذي انشئ لاجل هذا الامر؟ يعني الدوله لا تستطيع العوده، معتقلات، اختطافات، اغتيالات، لا يوجد أمن حقيقي في منطقة حررت من الحوثي وصالح الذين يعني أشكل التحالف لأجلهم. أعتقد أنه هذا المنحة هو التي تريده دولة الإمارات، وهو ليس فقط باليمن وليست اليمن بمعزل عما يحصل في المنطقة كلها. أعتقد أنها تتزعم الثورات المضادة في المنطقة، وبالتالي أطاحت بما يسمى بالربيع العربي في المنطقة برمتها، وهي أيضا تحرث بهذا السياق في اليمن بهذا الشكل، تتخوف من القوى الثورة ومن أيضا مخرجات الحوار ومن الشرعية التي تأوي كل هذه القوى، وأيضا تطلع إلى غد مشرق. أعتقد أنه هواجس من هذا التيار ومن تشكل هذه القوى التي بدأت فعلا تحقق نجاحات كبيرة جدا في معركة استعادة الدولة ودحر الانقلاب بدأ أيضا يدق في روع. ما الذي تريده الإمارات أو تستفيده من إحداث هذا الصراع في البلد، خاصة يعني أنه إذا ما يعني سقطت اليمن في صراعات مختلفة، هذا الأمر يشكل خطر على أمن المنطقة، وخاصة السعودية التي هي يعني على رأس التحالف، لما تصمت على كل ما يحدث؟ أعتقد نحن نعول على المملكة العربية السعودية التي يعنيها بشكل أساسي الصراع الموجود في اليمن، ولها حدود مفتوحة مع الانقلاب، وهي الآن أيضا تشعر بشكل كبير بخطر داهم من هذه القوى التي أيضا ترتكز لدولة عملاقة قلنا في المنطقة وهي إيران، وتشعر دائما بوطأ الصواريخ التي تقع أيضا على حدودها. وبالتالي المملكة العربية معنية بشكل أساسي في دعم الشرعية في استعادة الدولة وأيضا إقفال هذا الملف الخطير الذي يزعزع الأمن والاستقرار باليمن برمته وينعكس وبالا على الدولة الجارة الكبيرة المملكة العربية السعودية. وكنا أيضا نعول على هذا الجانب، لكن يبدو أن هناك أيضا تداخلات كبيرة جدا أودت بقيادة للتحالف للإمارات على المشهد برمته، وبالتالي ظهر هذا بشكل مهيمن في الملف اليمني، وظهر أن المملكة العربية السعودية تتبع الإمارات في هذه الخصوصية في مسألة الجنوب، ولم نعد نرى أو نسمع موقف واضح للمملكة العربية السعودية
السعودية حول ما يجري من عبث كبير في أمن واستقرار الجنوب بشكل كبير، وهو أيضا يؤثر على الصراع برمته في اليمن. وأعتقد أن الشرعية وقعت ضحية لهذا الابتزاز الكبير التي تقوده دولة الإمارات، والتي كانت تعول عليه الشرعية بشكل كبير في رفض معاركها التي تحقق انتصارات قلنا في تعز ومأرب، ولكنها تفاجأ بطعنات من القلب وشق وتجريف واسع النطاق في هذه المحافظات الجنوبية والمحررة، والتي نشهد الآن قمة أو ذروة الانفجار التي سيكون إن شاء يوم الجمعة، والتي إن شاء الله لن يكون بحسب ما نؤول عليه أيضا من استيقاظ للمملكة العربية السعودية واستشعارها لما سيحدث على اليمن وعلى أمن واستقرار اليمن الذي سينعكس عليه. نحن نعول على هذا الهامش أن تدعم الشرعية في هذه الجزئية. أعتقد أنه إذا كان هناك موقف للتحالف صريح وواضح بجانب الشرعية، يرفض الشرعية في هذه الجزئية، فإن هذه القوى لن تستطيع أن تتجاوز خطوطها الحمراء. نعم، إذن يعني الموقف السياسي الشرعي حاليا، حالة الصمت في يعني الحالة اليمنية أرى هنا، كيف يمكن أن يفسر؟ هل يمكن أن نقول أنه صمت يعبر عن موقف سياسي، أم أنه يعبر أيضا عن الضبابية السياسية تمر بها الشرعية؟ أعتقد الشرعية تدرك أن وراء هذه الخلافات وراءها دولة عملاقة، وبالتالي هي لا تريد أن تفجر صراع مع دولة شريكة في المعركة ولها أيضا حضور كبير جدا في المشهد اليمني. وليس من الحكمة أيضا أن تنساق في هذا الطريق، بل من الحكمة أن تستدعي دول التحالف للوقوف بشدة وتذكرهم بمخاطر هذه القوى التي ستعبث في الأمن والاستقرار، وسيكون لها أيضا ضرام على الموقف بشكل كبير في اليمن، وبالتالي سيؤدي أيضا إلى إدراج اليمن بالكامل في جعبة إيران. وبالتالي من الحكمة أيضا أن تتعامل بهذه الحصافة. أعتقد أنه الرئيس هادي يدرك تماما خطورة هذه القوى، وبالتالي قام بقراراته الحكيمة وعزل هذه القوى التي تعبث بأمن واستقرار الجنوب. وبالتالي الحكومة أيضا توجه الآن المسؤولية الكاملة لأي أمر قد يحدث في هذه المناطق باعتبارها تمتلك السلاح والرجال وتسيطر بشكل كبير على هذه المحافظات. وبالتالي أيضا توجه رسالة لدولة الإمارات وللتحالف بأن يلعب أيضا دور كبير في لجم هذه الجماعات المنفلتة والتي قد تفجر المنطقة برمتها وينعكس أيضا وبالا على الجميع في اليمن. نعم. إذن أين الموقف الدولي أيضا مما يحدث؟ أين ولد الشيخ؟ يعني ألا يفترض أن يكون هناك يعني أي بيان لما يحدث، أي تحرك سياسي للملمة الوضع، أم أن الجميع مشغول بما يحدث في البيت الداخلي الخليجي؟ نعم، أعتقد أنه ما يحصل في الخليج هو أرباك تماما الموقف الدولي، وصار حتى جهد الخليج الآن مركز حول كيف ينتصر كل طرف في عرض قضيته على المجتمع الدولي. وهناك انقسام على المستوى الدولي حول مسألة الحصار في قطر، وبالتالي هناك تشتيت للجهود، وهذا ما تريد أن تنفذ من خلاله إيران إلى قلب المشهد اليمني الذي حقق انتصار كبير جدا في طريق أيضا ردم الفجوة أمام أجندتها في اليمن. وبالتالي هي تريد أن تحرك أجندتها، وهناك حركات تتبع إيران بشكل مباشر في الجنوب، وهي تريد أن تستثمر هذه اللحظة التاريخية في إثارة الفتن في المناطق الجنوبية، أيضا مدعومة أيضا ومسنودة بدور الإمارات الكبير الذي جرب في صف الشرعية مع انشغال كامل للمملكة العربية السعودية والتحالف في معركة أخرى هي الأشد والأدهى، والتي غطت وهيمنت على الملف اليمني واستطاعت أن أو أرادت أن تكسب الجهود الدولية في أيضا تحقيق النصر في طروحتها في مسألة الحصار. نعم، تحدث أيضا دكتور المعن عن الموت السريري كما وصفه للأحزاب السياسية، قل لا موقف، لا تعميم، لا أي شيء يذكر سوى اللهاث وراء المناصب ومن سيحصد على نسبة أكبر من المناصب، كيف تعلق على هذه النقطة؟ أنا لا أرى هذا واقعيا، على اعتبار نحن لا نتكلم عن يمن مستقر. اليمن تعيش حالة من الحرب، حالة من التجريف، الشمال كله. ألا يفترض أن يكون لهم دور أكبر في هذه الحالة؟ قيادات الأحزاب والصف الأول والثاني كلهم خارج الوطن، لا يستطيع أحد أن يعمل في ظروف مشتعلة كاليمن. الشمال كله يقبع تحت الانقلاب وهو يصادر الحريات بشكل كبير. الجنوب أيضا لا يوجد هامش للحريات تماما، هناك عشرات المعتقلات ومئات المعتقلات في حق، وهناك آلاف الضحايا، هناك مئات الحالات الموثقة
من قيادات حزبية وأيضا تنتمي لهذه الأحزاب التي أيضا أرادت أن تنافح وتكافح ضد ما يحصل أيضا من فوضى في الجنوب. أعتقد أنه هامش الحرية منعدم في اليمن، هناك حرب، هناك انقلاب في الشمال، وأيضا ميليشيات تعبث بأمن الجنوب، وأيضا اليمن ومعارك مشتعلة أيضا في تعز ومأرب. المناخ لا يخدم، أعتقد من يوجد في اليمن هي الميليشيات التي تحمل السلاح وتصادر أيضا الحريات. من الإجحاف الكبير أن نحمل الأحزاب إزر كل ما يحصل في اليمن. الأحزاب هي مغيبة تماما وهي الأضعف في مشهد الصراع الدامي المتفجر في اليمن. من يملك القرار الآن ومن يحمل السلاح؟ الميليشيات التي تعبث بأمن اليمن، وبالتالي أعتقد أن الأحزاب مغيبة تماما وليس لها دور كبير جدا. أعتقد أن حالة الاستقرار هي التي تعطي الصولجان لهذه الأحزاب بأن تلعب وتدور وتكون لها الصفوة والنخبة في قيادة المشهد برمته. لكن ما يحصل الآن هو حالة احتقان، حالة حروب، حالة تفجر للفوضى بشكل كبير، وبالتالي الأحزاب تخشى من انعكاساتها على قيادتها، وهي الآن أغلب قياداتها في السجون سواء في الشمال أو في الجنوب. نعم، إذن يعني هناك من يقول أن الشرعية تفتقر أيضا للشفافية السياسية في اللحظة التي يشهد فيها الشأن السياسي جدلا وتحركات مفتوحة على أكثر من احتمال، ما رأيك؟ الشرعية بلا شك أنها تعاني أزمات كثيرة جدا على المستوى الداخلي، على المستوى العسكري، على المستوى السياسي. الاحتقان الكبير والصراع الداخلي والصراع الأقليمي والتداخلات الإقليمية والمحلية في اليمن ناهيك أيضا عن الفوضى الموجودة داخل الشرعية نفسها، وعدم قدرتها أيضا على ضبط الأمور في ظل هذه الفوضى الكبيرة التي لم تساعدها أيضا على لجم أمورها بداخل الشرعية ذاتها. هناك انقسامات داخل الشرعية نفسها، وهناك أيضا على المستوى في الجنوب وعلى مستوى الشمال هناك معارك أيضا عسكرية واسعة المدى في جبهات مشتعلة ومفتوحة. أعتقد أنه الوضع غير مستقر في اليمن، لا للشرعية ولا للحزاب. الكل يلهث الآن حول تحقيق النصر ومكنه أيضا من تحقيق تقدم وفرض أيضا لأجندته، لكن أيضا هناك انقسام على المستوى التحالف يلقي بظلاله أيضا على دور الشرعية وعلى دور الأحزاب في أيضا إضعاف الموقف بشكل كبير في اتخاذ مواقف واضحة وشفافة في اتجاه مجمل القضايا والملفات المعقدة في اليمن. نعم، إذن يعني ما هي قراءتك لما سيحدث مستقبلا خاصة في ظل كل هذه الأوضاع؟ يعني نجد أن هناك تحرك سياسي بسيط، هناك يعني تخوف من أي خطوات قد يقوم بها المجلس الانتقالي في تاريخ 7/7. هناك أكثر من نقاط تشعر المواطن اليمني البسيط بالقلق. أعتقد أنه الرد على كل هذه التساؤلات وهذه الهواجس هو المضيف في الحل العسكري، في العمل العسكري. أعتقد أنه هناك انتصارات كبيرة جدا استطاعت في ظل هذه الظروف الحالكة أن تحققها الشرعية، خاصة في تعز قلنا استطاعت لأول مرة أن تصل إلى نقاط التماس وإلى المربعات التي كانت حمراء لم تستطع المقاومة الشرعية الدخول إليها، دخلتها في هذه الظروف الصعبة. أيضا في مأرب الآن تصل إلى آخر المعاقل وهي صرواح وتجهز على هذه آخر القلاع في هذه المحافظة الحصينة والتي أيضا تطل وتشرف على صنعاء. وهناك أيضا إعلان وتصريح للحكومة بأيضا الدخول لصنعاء من اتجاهين، من محورين الجوف ومأرب، وهذا أيضا حدث مهم جدا سيغير كثير من التداعيات على المستوى الداخلي اليمني، خاصة إذا كان هناك رعاية للدولة للمملكة العربية السعودية لهذه الخطوة الكبيرة بعد أن أقفل تماما ملف الحديدة. أعتقد أنه الجهود الآن تتحرك باتجاه صنعاء، وبالتالي ستقلب الموازين عن بكرة أبيها. أما بالنسبة للجنوب أعتقد أنه مربوط ومنوط بدور المملكة العربية السعودية وبدولة التحالف في دعم الشرعية في هذا السياق، وإلا ستنفلت الأمور إذا وقفت في الطرف الآخر. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور عادل مسني الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كنوا برعاية الله وأمنه.